في تنظيم هذا المهرجان للثقافة العلمية اللي احنا بنعمله أول مرة في جامعة طنطا، سوري في مركز الشحوس. وإحنا عندنا أوريدي في برنامج تحت رعاية الأكاديمية قائم في المركز اللي هو تبسيط العلوم، وأعتقد في ناس كتير منكم حضروا. وهطلب الأستاذ أسامة إن هو يتكلم عن المهرجان وإزاي هيتم التسجيل. السلام عليكم. أنا أسامة الدكتور مدير عام الثقافة العلمية في أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا. احنا الحقيقه عاملين برنامج بننزل المراكز الاقليميه بتاعتنا، بننزل يعني رحنا الزقازيق ورحنا دمياط ورحنا الاسماعيليه والسويس ودينا طنطا اهو. احنا بنعمل برنامج للاطفال تبسيط العلوم، الغرض منه كله ان الطلاب يحبوا العلوم، ما يبقاش بالنسبه لهم ماده تقيله وماده صعبه، ان احببهم شويه العلوم، ماده تبسيط علوم، ومعانا فيزياء ومعانا كيمياء ومعانا حشرات نتكلم فيها عن الحشرات العملاقه وشويه حاجات، معانا ورشه فنيه، معانا سينما 3D. كل الحاجات دي المفروض هنمر عليهم. دلوقتي اللي هيحصل هنقسم الطلاب حسب السن 6 مجموعات، 3 مجموعات السن الصغير و3 مجموعات السن الكبير. السن الصغير هيخش على الورشه الفنيه وورشه الكيمياء ممكن والحاجات اللي في دوائرهم، والكبار هيخشوا في المعادله. بس ان شاء الله تتبسطوا معانا ان شاء الله. شكرا على استضافتك. شكرا.